صحه لن يكفي طعام المشردين أسراب الحمام الجائع في المدينة الموبوءة. صراع من أجل البقاء. لن تضر جائحة الوباء الطيور، لكنها قد تقتلها جوعا. من يطعم حمام لندن وقد خلت الساحات والميادين من الناس؟ لم يعد هنالك فتات خبز أو قطع بطاطا تسقط من السياح والمرة سهوا، أو يتركونها على الأرصفة عمدا فتتهافت عليها أسراب الطيور. اختفى السياح ولازم اللندنيون منازلهم خوفا من العدوى، وبقيت هذه الحمامة هائمة محتارة. ما الذي حل بهذه المدينة حتى قل رزقها؟ قبل أن يحجب الوباء الناس في بيوتهم، كانت شوارع لندن متخمة بالطعام، عامرة بسياح وموظفين مشغولين تجبرهم سرعة الحياة على التهام وجباتهم، وهم مهرولون إلى أعمالهم يطير من أيديهم وأفواههم قوت الحمام. لن يعطش حمام لندن لوحدها، تكفي نافورات الطرف الأغر حمام العالم بأسره. هذا الميدان لا تقصده الطيور أصلا. عمدة لندن السابق كين ليفينستون حضر على الناس إطعام أسراب الحمام التي يمقتها، هو من سماها الجرذان المجنحة. ليس وحده، الحمام كابوس اللندنيين، يتغذى من طعامهم ويفرغ فضلاته على شرفاتهم وسياراتهم، وليست رؤوسهم في مأمن. منذ أسبوعين بدأت أسراب الحمام تجوع، ولا أعتقد أن الحكومة مجبرة على تغذيتهم ليذهبوا إلى البرية، مكانهم هناك. ارتبط الحمام في ذاكرة اللندنيين بأنفلونزا الطيور، ونسوا أو تناسوا أن الحمام في أزمنتهم الغابرة كان في الخطوط الأولى لمواجهة أوبئة كثيرة ألمت بهم. الحمام الزاجل كان ينقل إليهم أخبار البلدات التي عزلها الطاعون، تماما مثل ما يفعل الآن ساعي البريد، ينقل إلى 30 مليون بيت في المملكة المتحدة رسائل شخصية من رئيس وزرائهم يوصيهم فيها بتوخي السلامة من شرور الكورونا. صابر أيوب، العربي، لندن.